بيقدم مهند محمد النهارده الكابتن شوقي غريب بنتيجه 2-0. نزول لاحمد عيد ونزول لمهند ونزول ايضا لبيرسي تاو من جانب النادي الاهلي. تتلعب جوه ال 18 بيرسي تاو حكم اللقاء يدي ضربه جزاء، ضربه جزاء لصالح المقاولين. لمسه يد ابراهيم نور الدين بيديها على اليو ديانج، لمسه يد والمباراه مخبيه لنا ايه اخر خمس دقائق. قلنا المباراه خلصت، قلنا اللقاء انتهى، لكن اللقاء ما انتهاش، اللقاء لسه ما خلصش. والمقاولين هي الثالثة هذا الأسبوع أو الرابعة، لأن البلدية كان في ضرب جزاء. آدي أليو ديانج هنشوفها مرة تانية، خلينا نشوفها ونوصف الصور، نوصف الصور. جات في إيده الشمال أليو ديانج، حكم اللقاء قريب وبيدي بينالتي على النادي الأهلي، بينالتي لصالح جوزيف أوشايا. وانت مغمض كده ميني ماتش ما بين أوشايا ووفا، جوزيف ومصطفى. هل يقلص الفارق نادي المقاولون العرب ولا يحافظ على الكلين شيت مصطفى شوبير؟ جوزيف أوشايا وصفرة ابراهيم نور الدين، أوشايا وأوفا، أوشايا وأوفا، أوشايا جول، جول لصالح نادي المقاولين. يسجل على شمال مصطفى شوبير جوزيف أوشايا، يسجل هدف تقليص الفارق لصالح نادي المقاولين. من الزاوية دي حطت على شمال مصطفى شوبير علشان الوقت المتبقي من الوقت الأصلي وكمان الوقت المحتسب بدل من ضائع يبقى في شوية سسبنس، يبقى في شوية ندية، يبقى في شوية حماس، يبقى أنت بتتفرج على أون تايم أكشن مش أون تايم سبورتس. 2-1